محمد طفل من بين ملايين الأطفال والكبار الذين أدمنوا الألعاب الإلكترونية حول العالم، ومن بينها اللعبة الأشهر على الإطلاق كاندي كراش، التي تخطى عدد اللعب بها 151 مليار مرة منذ إطلاقها كتطبيق على الأجهزة الجوالة قبل عام. وبحسب الشركة المصنعة لهذه اللعبة، فإن واحدا من بين كل 23 مستخدما للفيسبوك يلعب هذه اللعبة إلى جانب مستخدميها على التطبيقات الأخرى. أما أسباب إدمان هذه اللعبة فيعود إلى أسباب نفسية ومجتمعية، لعل من أبرزها أسلوب التعقيب والمحادثة النصية والإطراء على النتائج في هذه اللعبة. إمكانية اللعب بيد واحدة تعتبر ميزة أخرى مهمة، التحديث الذي تشهده هذه اللعبة باستمرار، حيث يتم إضافة مراحل جديدة كل أسبوعين، نافذة للتواصل مع الأصدقاء من خلال رسائل التواصل الاجتماعي، وقد تكون طريقة مناسبة للتنفيس والهرب من ضغوط الحياة والمشاكل اليومية. وتباينت آراء مستخدمي هذه اللعبة بين دوافع استخدامها انطلاقا من الفضول ووصولا إلى التواصل مع الآخرين. هي الفكرة أنه مجرد أني جربتها صارت مثل الدخان، يعني بتصير تأدمن عليها. في كتير ناس بتلاقيها مدمنة عليها، يعني بحاس هي عم تاكل بتلاقيها عم تلعب فيها، هي مش على الطريقة بتلعب فيها، وأحيانا هنا بيكونوا بالباص أو عم بنتظروا المواصلات العامة بتلاقيهم عم بيلعبوا فيها. صار في عنا مثل حماس وتحدي بين بعض، صرنا نحكي مع بعض كتير ونشوف أي ليفلز وصلنا وقديش السكورز وقديش النتائج كانت كلياتها بشكل عام. أنا من فترة شفت أصدقاء بيلعبوا عليها كتير وكتير عاملين حماس وتحدي وهيك، فشي دافع خلاني إنه أدخل على الفيسبوك وأعمل معها كونكت وهيك وأشارك مع الشباب. لعبة إلكترونية كانت جزءا من المساحة الكبيرة التي احتلتها الألعاب الإلكترونية في حياة الناس، وأثبتت إلى حد كبير جدوى مثل هذه الألعاب وتأثيراتها النفسية والمجتمعية على مستخدميها، الذين باتت هذه الألعاب بالنسبة لهم بمثابة فسحة للترويح عن أنفسهم والهرب من ضغوطهم اليومية. وانضم إلينا في الاستوديو الدكتور مالك اليماني، الأخصائي في علم النفس والاجتماع والخبير في تقنية المعلومات. أهلا بك يا دكتور، بتنورنا دايما في استوديو اليوم على الحرة. والبداية من السؤال الأساسي، ما هي أسباب الإقبال المتزايد على هذه الألعاب الإلكترونية، وهل يمكن إرجاعها لأسباب نفسية أم تقنية، مع الأخذ في الاعتبار بين قوسين أنه بس المدمن مدمن على فراعي حضرتك بتجاوب، بس راعي أنه هو التكنولوجيا أولا والمخرجة كمان على فكرة. صحيح، كلهم هكذا جميل. فإحنا أولا سرعة التطور تكنولوجيا رهيبة جدا، والسرعة من الأشياء التي تثير الإنسان بشكل رهيب جدا، لأنك الإنسان دائما يعني تجذبه الأشياء الجديدة، وبالتالي فهو يريد دائما يعرف إلى أين وصلنا. الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان يريد أن يخلو بنفسه. هو إدمان، هذا ليس مثل إدمان التدخين، وإنما هو إدمان ينسيك نفسك تماما. حقيقة الألعاب الإلكترونية تغيبك، والدليل اسألي أي أب يعني بس المغيب حضرتك أصدق. أحيانا يكون كذلك ليس كذلك بس مش لوحدي على فكرة، في ملايين كثيرة فعلا. فالذي يصير هو أن مثلا اسألوا بعض الآباء، ابن أو ابنة تكون على تلعب فيناديها أبوها وتناديها أمها ولا تستمع، وهي أمامها جدا ومع ذلك لا تسمع. على طول بنادي ما بيسمعش حاجة. هكذا تعودنا، لكن تعودنا على بس الحمد لله. طيب دكتور مالك، يعني نريد أن نصل إلى الجزئية التي تسبب الإدمان، هل هي التفاصيل أم هل هي القصص التي تتضمنها هذه الألعاب التي تؤدي إلى الإدمان وسرعة انتشار أيضا هذه الألعاب بين المستخدمين؟ باسل، هناك ظاهرة جميلة جدا في قضية القصة. غيري أنا. لا غيرك أنت، صحيح. هناك ظاهرة جميلة جدا في القصص المحبوكة اللي فيها عقد كثيرة تثيرنا، أليس كذلك؟ صحيح. هذه الأشياء، هذه الألعاب على اختلافها وعلى بساطتها مليانة عقد، وكل عقدة تدفعك لكي تبحث عن العقدة الثانية، وبالتالي فهي تحبسك إليها ولا تترك تذهب إلى أي مكان. بمعنى أن الآلة هي التي تصبح تتحكم في الإنسان وليس العكس. ولذلك احنا وجدنا أن هناك من الأطفال من يجلس 48 ساعة أمام نفس اللعبة لا يتحرك إطلاقا، ومنهم انتهى به الأمر
الى القبر بعد هذه المده. يعني احنا لا نتحدث عن شيء بسيط جدا، هناك اطفال اكثر بمجرد يمر الى 32 ساعه 36 ساعه ياتي ابوه او امه تجد ان الوالد جالس وهو مات. لان تحدث اشياء كثيره على مستوى الدماغ وتحدث اشياء كثيره على مستوى الجسد، فيكون تأثير كبير جدا. انا مش عاوزه ابعد عن النقطه دي، بس مش عاوزين نصل لدرجه الموت، لانه لازم الاباء طبعا يكونوا عاملين كنترول او يكونوا مراقبين كويس اطفالهم. ايه هي الاثار اللي ممكن تؤثرها ادمان هذه الالعاب الالكترونيه على الصغار والكبار؟ اولا بالنسبه للصغار، قله الاستيعاب، تجده يذهب الى المدرسه، ولذلك احنا نجد اطفال يتحدثون في مواضيع فلسفيه كبيره جدا، ولكن عندما ياتي الى واجبه المدرسي مساله رياضيه بسيطه جدا لا يعرف كيف يحلها. فاذا الاستيعاب اولا. التمرد ثانيا، يعني ظاهره التمرد ليست كما ترون متفشيه جدا في البيوت، وليست عبثا، انما اتت من اشياء كثيره جدا يعني اوجدتها في محيطنا الاجتماعي. عدم النوم المستريح، لا يستطيع أن ينام جيدا، لا يستطيع أن يأكل جيدا، لا يستطيع أن يبني علاقات جيدة حتى مع الأقربين إليه، وهلم جرة. بالنسبة للكبار تصل عندهم نوع من العزلة، نوع من كأن العقل بدل من أن يسمو في يعني في تعامله مع الواقع ينزل يصبح عقلا صبيانيا حقيقة. كل هذه الأشياء تظهر أعراضها على الذين يلعبون، بالإضافة إلى هذا تزيد من حدة العنف. بالمناسبة تصوري أن هذه الألعاب وإدمان عليها أخ باسل له أثر مباشر على الخلافات الزوجية، يعني ايجابي او ولا سلبي؟ طبعا سلبيه. سلبي طبعا. لا انا كنت عايز يعني اتحدث اكثر عن لو في يعني جانب ايجابي اكثر، لانه جدا لان معظم هذه الالعاب قائمه على انها تكون في صوره لغز. يعني حتى مثلا كاندي كراش عباره صحيح. عن حلوى مرتبه بصوره معينه تحاول صحيح. ان تعيد ترتيب هذه الحلوى حتى صحيح. تحل اللغز يعني. يعني هل يمكن ان تساعد في تنميه الاطفال ربما ذهنيا او فكريا او ما الى ذلك من ناحيه الذكاء؟ يعني بالمناسبة قبل أسبوعين نشرت دراسة جيدة جدا في الولايات المتحدة في إحدى المجلات في الولايات المتحدة، تقول عنوانها أمريكا في خطر، أبناء أمريكا في خطر بسبب أن الأطفال أصبحوا مدمنين على هذه الألعاب وهذه الألغاز التي سميناها ألغازا. إذن هي من ناحية الذكاء لا أثر لها على الذكاء، بل بالعكس هي تؤدي إلى نوع من التبلد. ولا توجد دراسة على الإطلاق تثبت أن الطفل الذي يستطيع أن يحل لغزا بسرعة هو ذكي، لأن هذه ظاهرة طبيعية جدا بديهية جدا. لو أخذنا طفلا في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة حتى التاسعة أعطيه أي لعبة، حتى حاسوبك إذا أعطيته كلمة سر باستطاعته أن يجدها تقريبا 5 إلى 10 دقائق وهو لا يعرف شيئا. فالمسألة ليست مسألة الذكاء، وإنما بديهة طبيعية عند الإنسان، عند الصبيان وعند الصبيات طبعا. طيب الجانب الإيجابي حتى نكون طيبين شوية، اتفضل عشان برضو نريح بس، وحتى لا نكون نعقد الأمور. الجانب الإيجابي أنها أولا تعطيك فرصة أنك تعيش عالما آخر فتبتعد، وإحنا كلما ابتعدنا عن الأشياء الجدية وتعاملنا مع أشياء خارج عن نطاق عمل نرتاح، عندما نعود إلى أعمال نعود بنشاط أكثر. تعطيك فرصة أنك فعلا تفرغ ذهنك من الشحنات التي تتعرض لها يوميا، تعطيك فرصة أنك تعيش قصة. لكن يبقى ماذا بالنسبة سواء الكبار أو الصغار؟ هو الكلام الذي تحدثنا عن مراقبة. أنا أعرف بعض الآباء مثلا يعطي لابنه، قد يعطيه نصف ساعة في اليوم مثلا أو ساعة إذا بالغنا. بعض الآباء يدمنون هذه، وبعض الآباء هو مدمن وبل ويتبارى يعني يتنافس بينه وبين ابنه أو بينه وابنته. ولو تذكرون احنا مرة كان عندنا برنامج حول تلك المرأة التي جعلت حياتها كلها تدور حول الآلة، السيدة من العراق لو تذكرون. فإذا احنا نتحدث عن إدمان خطير، ولكن في نفس الوقت احنا يمكن أن نستعمل هذه الأداة أو الأدوات للترفيه للترفيه اولا، وللتخفيف عن النفس، ولوضع تلك الشحنات، لافراغ الجسم والعقل من تلك الشحنات العالقه، ثم بدايه حياه جديده
أو يعني استمرار يا جديد. أنا من رأيي الآباء أحسن يستخبوا من ولادهم هم بيلعبوا علشان يبقوا قدوة، علشان ما يوريهمش إنهم بيلعبوا كتير ويقلدوهم. هو شوف إنجي، بالمناسبة تصوري خطورة من الناحية الاجتماعية، من الناحية النفسية كما قلت لكم أثر كبير، من الناحية الاجتماعية واحد من السبب التي تؤدي إلى فرقة الأسرة. ما الذي يعني أن طفلا يقضي 3-4-5-6 ساعات وأكثر من ذلك في لعبة معينة؟ يعني ما فيش تواصل مع أفراد، ما فيش تواصل، وكأن الآباء يقول لك الحمد لله أنه منهمك في شيء، يعني لا أريد أن أسمع صوته. طيب عموما اتفقنا نحن نخلص كاندي كراش ومش نلعب حاجة تانية. خلاص لا نلعب، ولكن بانتظام صحيح. طيب أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مالك اليماني، الأخصائي في علم النفس والاجتماع والخبير في تقنية المعلومات، شكرا لمشاركتك. شكرا لكم.